انا عايزاك بقى تعيشني في الكواليس. انت بتقعد تصور قد ايه؟ انت اليوتيوب ليه دنيا وليه طريقه تصوير، والتيك توك دنيا تانية، والتيك توك ليه دنيا تانية. كل حاجه ليها طريقه تصوير، ليها وقت معين، ليها افكار. ده عايز الافكار اللي اضرب واجري على طول. التيك توك ايوه التيك توك ما عايزه كام ثانيه؟ 30 ثانيه ده كده. انا مثلا بوصل لدقيقه كده مطول، انا ممكن ازود دقيقتين ثلاثه واحط يوتيوب. وده بالعرض وده بالطول وده يعني مثلا دي شغلان. هو الحوار عرض وطول ده بقى اللي كان نص مشاكلي مع محمد اللي بيساعدك، اللي هو معانا النهارده، هو بيصورني. في تيم لازم يبقى مع كل واحد يعني ناجح، بيبقوا ناجحين زيه لانه في ظهره. ايوه لا هو عارف محمد يا صاحبي من زمان جدا، فاللي هو انت اللي هو مش داخل مال هو شغل، لا انا صاحبك وبساعدك نفس الوقت. مع ان في البدايه مثلا كنت بصور بستاند، وكان ستاند ايه، انا الفانز اكيد عارفين اللي هو انا كنت بادئها ازاي. ستاند مقشات كنت جايبه، جايب ازازه قصصها مسمار بورما وماسكها وحاطط الجراب مثبته بزاويه وحاطط الموبايل. ده كان الستاند بتاع زمان، والاضاءه كانت دوايه ولمبه. الله بص البدايه كانت عامله ازاي. انا ولا رينج لايت بقى ولا ستاند ولا اي حاجه. بدات اطور سنه سنه رينج لايت وستاند والكلام ده. بعد كده لقيت في كادرات انا محتاج كاميرا تتحرك معايا، مش هعرف اعملها بستاند خالص لوحدي، احلى محتاج ان انا اعلي الجوده. فبدات اللي هو يعني كان من انك تجيب حد يصور معاك، ده انك عملت تيم مع نفسك. هو مش تيم كبير وفي كذا شخص، يعني مثلا في يوتيوبر مشهورين بالتيم معاهم، في كذا حد معاك طالع، فده بيعمل كذا بيعمل كذا، بيعملوا تحديات حاجات مع بعض. لكن انا اللي هو الشخصيات كلها انا، فالتيم اللي معايا مش ظاهر معايا في الكاميرا. ممكن يظهر مثلا في ستوريات انستجرام، ناس عارفين ده صاحبي قاعد معايا على طول، لكن في الكاميرا ما بيبقاش ظاهر. لكن هو اللي مثلا بيصور، اللي هو فليه دور كبير جدا مثلا من ورا الكاميرا. فدي النقله الحلوه اللي اتنقلتها بعد معاناه وبعد محاولات. ان والدي برضه هو اللي كان هو مصر ان انا في حد يصورني، لو انت في كادرات انت محتاج تعملها، يعني مثلا مشهد من تحت الترابيزه انا وبطلع بجري استخبي فوق الدولاب، مفيش ستاند. الاول كنت حاطط ستاند طبعا، هو ستاند وبعد كده اظهر من كادر ده للكادر ده للكادر ده. شفتوا اللي عايز ينجح بينجح. اللي عايز يشتغل بيشتغل، اللي عايز يوصل حاجه بيوصلها. مين يعني انت؟ طبعا واضح ان انت الفن في دمك، تحب تمثل، تمثل كل الادوار ما شاء الله. وانا في اعتقادي انه انت ليك مستقبل كبير، واكيد هيتبص لك وهتتخذ، بس تبقى هنا برضو اول حلقه بعد اول عمل. وعد مني ان شاء الله. ان شاء الله. مين من الممثلين انت بتشوف نفسك في نفسك انك انت تمثل معاه؟ طبعا قدوتي واستاذي واللي هو حلمي ان انا اشوفه او اتصور معاه الاستاذ العظيم يوسف الشريف، الفنان يوسف الشريف. انت بتحبه؟ انت مسمي نفسك القيصر على القيصر؟ انا القيصر دي من مسلسل القيصر اصلا. فتخيل كده، اللي هو كان كل رمضان مسلسل النهايه، كفر دلهاب، كوفيد 25، كل ده بالنسبه لي انا سايب مسلسلات رمضان كلها. هو فنان مختلف، هو فنان كمان في حته لوحده. لا احترامه احتراف. مرة تقريبا من سنه او من سنتين طلع كان عامل لقاء متكلم فيه ان هو رافض يطلع يعمل اي مشهد مثلا في غرفه، حتى لو بؤس حضن الكلام ده هو رفض، وقال لك انا تبع سينما نظيفه، اللي هو مش عايز ان انا اطلع في دور زي كده. كميه ممثلين هاجموه.